رمضان الهمة والسبق، وأنا المشتاق لنفحته إن صمت فما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدعاء أيها الإخوة الفضلاء من أجل العبادات وأحبها إلى رب البريات، وهو سمة العبودية واستشعار الافتقار لله جل وعلا والانكسار بين يديه. قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وللدعاء آداب أيها الفضلاء يحسن العناية بها والإتيان بها، منها الإخلاص لله تعالى، وأن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم بذلك، والإلحاح بالدعاء، وحضور القلب واستقبال القبلة، ورفع اليدين في الدعاء، والوضوء قبل الدعاء إن تيسر ذلك. اللهم اجعلنا ممن يدعوك فأجبته، والله تعالى أعلم وأحكم. رمضان الهمة والسبق، وأنا المشتاق لنفحته إن صمت.